الوطن المصري، رددوا آلاف المتفرجين من كل قلوبهم في أرجاء ملعب نادي الإسماعيلي، وإن شاء الله هذا الحماس الصافي بإذن الله سيكون أكبر عون ليقدمنا اليوم لاعبي نادي الإسماعيلي في مباراة العودة في دور 32 للأندية أبطال كأس أفريقيا بين نادي الإسماعيلي ونادي مكافح. ان شاء الله لاعبي نادي الاسماعيلي زي ما انا شايف رحيم، يحيوا جمهور الدرجه الثالثه ويتعهدوا امامهم ان هم ان شاء الله سيظلوا اقصى جهودهم ويقروا فتحه امامهم زي كالعاده للفرق المصريه. ان شاء الله يثبتوا لهذا الجمهور الوطني ان هم ان شاء الله سيحققوا الفوز اليوم. فريق نادي المكان